شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما أولادي بناتي وأحفاد في كل حتة وحي ونادي دلوقتي مع إيد الفزورة حلوة صغيرة ومعروفة ممكن تكون أكلة أكلناها شخصية مشهورة عرفناها أو لعبة جمعتنا لعبناها أو مهنة أو منطقة سكناها ها جهزي لها وهتكتبوا حلها يلا بينا نفزر سوا فزورتنا الليله دي عنيا مش رمضان لونها غامق لكن طريه وعجبان اصلها فاكهه حلوه ومزمزه في بلاد في الاكل تحطها او مع الخشاف تبلها ها عرفتوا لو عرفتوا اكتبوا وفي اخر الشهر اتجمعوا 30 حلل 30 فزوره وعلى صفحه يوميات تيتا توتا تبعتوا وهنختار خمس فايزين لخمس جوائز أول يوم العيد بحبك يا قطعي شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما